إذن صنعت في مصر، صنعت في مصر هذه هي المصالحة الفلسطينية التاريخية التي يشهد لها العالم ويتحدث عنها الجميع. اليوم في قطاع غزة كانت الاحتفائية التاريخية التي جمعت هؤلاء الإخوة الأشقاء الفرقاء، فرقتهم قوى إقليمية حول أجندات إقليمية متنافرة، فتناسوا جميعا القضية الأصل، القضية الفلسطينية. لكن هنا في مصر، صنع في مصر كل هذا الذي يجري في غزة الآن. مصر ضامنة، مصر حاضنة، مصر داعمة، مصر صانعة، مصر رائدة لكل ما يجري في المنطقة الآن وما يحدث في القلب من القضايا العربية. القضية الفلسطينية الآن تمت المصالحة وما بقي منها هو الأهم. مصر بتقف على قدم متساوية وعلى مسافة متساوية من جميع الفصائل الفلسطينية، لذلك نجحت المصالحة. وكانت كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للمجتمعين في غزة